حالة اسماعيل النفسية بقت سيئة جدا، أنا متابعه بقالي يومين. مش ده اسماعيل اللي أعرفه، في حاجة ناقصاه. تخيل يا أستاذ بشارة، ده مش عارف يغني المونولوج زي الأول. الأدهى من هيك يا أستاذ أبو السعود إنه يوميا بقى يغني المونولوج تبع سيد سليمان بريه من الستات. طبعا البركة بأستاذ أبو السعود، اللي بيكتب مونولوجات زي دي بتكره الناس في الستات. حول ولا قوة إلا بالله، والله أنا قاصد أضحك الناس على مشاكلهم وهمومهم، مش قصدي خالص إني أكرههم في الستات، حاشا لله. المهم الجدع اللي اسمه إسماعيل ده، إحنا لازم نخرجه من الحالة اللي هو فيها بأي شكل. هعمل عزومة عشا لليلادي في الكيت كات، وأعزمه فيها ونهيص له ونضحك، وإيه رأيكم؟ نحن معاك يا ست بديعة، بس هنقول له الحفلة دي بمناسبة إيه؟ يمكن يرفض. هقول الحفلة بمناسبة عيد ميلادي، طبعا مش هيرفض. ايه؟ انت مش لسه عامله عيد ميلادك الشهر اللي فات؟ انا بحب اعمل عيد ميلاد لنفسي كل شهر. وماله يا ستي، براحتك براحتك على الاخر، ان شاء الله تعمليه كل يوم. المهم يعني مش ضروري بقى في كل حفلة لعيد ميلاد حضرتك نغرم هدية. والله يا ابو السعود انت معاك حق، السنة الماضية أنا غرمان أربعة كدوة، جايب لها أربعة كدوة. أيوه، ولا أنت عايزة بقى اللي تدهونا باليمين تاخديه بالشمال؟ أنا نفسي منى عيني إسماعيل يضحك زينا كده. شايف إسماعيل؟ إيه رأيك في السهرة دي يا إسماعيل؟ يا سلام، هو في أجمل من كده سهرة ولا أجمل من كده صحبة؟ ده كفاية صحبة حضرتك يا أستاذة بديعة وعن أستاذ كمان أبو السعود الإبيان، أستاذ بشارة وكيم، الست تحايا كاريوت، كان أستاذ محمد فوزي، الأستاذ فريد الأطرش، وأستاذي في المونولوج الأستاذ سيد سليمان. يا سيدي العفو، أنت النهاردة يا إسماعيل بقيت نجم المونولوج، وأنا فرحان لك من كل قلبي. ربنا يخليك يا أستاذ سيد، ده بس من أصلك يا أستاذ. تعرف يا اسماعيل، انت خلتني احب فن المونولوج، وعشان كده انا مجهز لك لحن تحبه اسمه الكد، تاليف ابن الليل. يا سلام، اغني لحن من الحانك، ده شرف كبير ليا يا استاذ فريد. وانا يا استاذ محضر لك لحن تغنيه، بس على الله يعجبك. يا بختك يا اسماعيل، اتنين من اكبر الملحنين هيلحنوا لك، الاستاذ فريد والاستاذ محمد فوزي. يا بختك. والله يا اخوانا انا حاسس ان النهارده ليله القدر. لا، دي ليلة بديعة. طب مدام الليلة دي ليلة الست بديعة يعني، وعيد ميلادها أنا شايف ترابيزة فخمة جدا ما فيهاش لا تورتة ولا جاتو، أنا بقي بيستغرب. في الحقيقة يا إسماعيل، حفلة الليلة دي مش بمناسبة عيد ميلاد مدام بديعة. أمال بمناسبة إيه يا أستاذ أبو السعود يا غامض؟ بمناسبة نجاحك العظيم. أنا عاملة الاحتفال ده لنجم كبير، هيكون له شأن عظيم في الفن. ربنا يخليك ليا يا ست بديعة، ده كتير عليا قوي. أنا نفسي أرقص معاك وأنت بتغني. يا جماعة ده كتير عليا بجد، كتير عليا قوي. أنا طبعاً عارف إن كلكوا فنانين ونجوم كبار، خليتوني كده أتكسف من نفسي، بس أوعدك يا مدام بديعة إن بعد كده هتلاقي إسماعيل ياسين اللي أنتوا عارفينه، مش هتغير تاني أبداً، وأنا آسف لو كنت قصرت.